اي حاجه في الدنيا دي كلها حلوه اكيد موجوده في المغرب. السلام عليكم. طبعا انتوا عارفيني انا من عشاق الطبيعه المغربيه والعروبيه وحياه البساطه والروعه. النهارده عرضني واحد صديقي على الفطار في العروبيه. فطار ايه بقى ما اقولكش، خلينا نشوف مع بعض احلى فطار اللي جاي من الطبيعه ومن خير المغرب في العروبيه المغربيه وفي الريف المغربي، وما ابدع الاجواء في الريف المغربي رغم الحراره، الى انك تجلس تحت او في الظل، تقعد في الظل، شوف احلى قعده واحلى هواء نقي، احلى ميه، احلى زبده، احلى عسل. تعالوا مع بعض نشوف كرم المغاربه في كل بلاصه بتروحها. والله كرم المغاربه موجود في كل مكان بتروحه، تلاقي المغاربه أهل الضيافة والكرم. فطار في الريف المغربي أو في العروبية المغربية ولا أروع ولا أجمل من ذلك. كله يكتب في التعليقات ديما مغرب. شوفوا الفطار من الريف المغربي وخير المغرب. خير المغرب، هذا خيرات المغرب. هنقول هي المفروض تتغسل طبعا يا جماعه، ولكن احنا هنقول بسم الله. نمسحها كده كويس، نمسحها كويس جدا عشان ما يبقاش فيها اي شيء، ونقول بسم الله. الله الله الله. عارف يعني ايه تجيب حاجه من على الشجره بتاعتها والنبته بتاعتها تمسحها بس وتسمي عليها بسم الله وتاكل؟ هنا في المغرب بلاد الخير اي حاجه في الدنيا دي كلها حلوه اكيد موجوده في المغرب، صدقوني اكيد موجوده في المغرب. تبارك الله على ناس المغرب وكرم المغرب.